وبمعجزة الحبيب محمد. كنت واصل العطاء في هذه الليلة القرآنية الكريمة المباركة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام قراء مصر والعالم الإسلامي، القارئ صاحب مدرسة الأدب فضيلة القارئ الشيخ حسن إبراهيم ضيف القارئ والمقيم بمشتون القاضي، يتفضل مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا في آيات بينات
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا إن أول بيت وضع للناس للذي بكت مباركا مباركا وهدى للعالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله. والله شهيد على ما تعملون. قل والله شهيد على ما تعملون. قل يا تقتلون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. وما الله بغافل عما تعملون. وما
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا
واعتصموا بحبل الله جميعا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إخوانا وكنتم على جفا حفرة من النار فأنقذكم وكنتم على جفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا رب تبيعنا
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أنزلت لقد قلت وقولك الحق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هكذا إخوة الإيمان والإسلام وامتدادا لهذه الليلة عشنا في رحاب هذه التلاوة بصوت القارئ الخلوق الشيخ حسن إبراهيم ضيف القارئ والمقيم مشتون القاضي شاكر كل السادة الحضور الذين قدموا مشتون القاضي ومن بني أوس وكل البلاد المدورة مشاركة منهم في تقديم خالص واجب العزاء إلى أسرة المرحوم عم الحاج ربيع أبو صديق وإلى الأبناء الأوفياء الأستاذ عاطف ربيع والدكتور أيمن ربيع وسيادة العميد إيهاب ربيع والأشقاء عم الحاج جمال أبو صديق والحاج محمود أبو صديق والحاج ممدوح والحاج عم منعم وعموم آل صديق بكفر الحمام وأهل هذا البلد الطيب أهله إخوة الإيمان شاركنا في هذه الليلة أشغال الفراش المميزة والهندسة الكهربائية المميزة والهندسة الصوتية المصنفة على مستوى مصر لصاحبها الحاج حلمي عبد الدايم وولده محمد أبو حلمي أما نقلناها لكم عبر كاميرات التصوير المخرج المبدع المهندس ناصر صلاح شارع وادي النيل قسم حسن صالح أما واجب الضيافة المتر السيد سعيد كفر الحمام إخوة الإيمان والآن يتوقف الإرسال ولنا لقاء عقب صلاة العشاء مباشرة شكر الله سعيكم جميعا